الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المسمى بالشرح الصغير لسيد الشيخ أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه بأدلته من الكتاب. وما زلنا في شروط المأموم، ومع الشرط الثالث في الاقتداء وهو المتابعه، متابعه للامام في الاحرام والسلام، خاصه بالذات لان المساواه فيهما والسبق مبطل، وخاصه لمن نظره ضعيف وسمعه ثقيل. لأنه طبعا المفروض اللي زي ده يعني لابد أن يتحقق أن الإمام كبر وسمع، مش مجرد ما تنتهي الإقامة تلقى واقف بنظره ضعيف مش شايف الإمام ولا سامع، وتلاقيه بقى الله أكبر، والإمام لسه يمكن يقول استخير رحمكم الله، هو لا شايف ولا سامع. ده المفروض طبعا إيه يتحرى هذا. فالفقيه طبعا يتأكد، يعني على الأقل ينظر إلى إيه؟ على من على يمينه ومن على يساره، حتى يتأكد لما يلقاهم كبروا يكبر، لأنهم سمعوا الإمام ورأوا الإمام، لكن أنت لا رأيته ولا سمعته، يبقى كده أنت بتخش في الصلاة بدون اقتداء. لأنه لو سبق الإمام يبقى منفرد، مع أنه ناوي المأمومية فصلاته بطل. فالمساواة فيهما مبطلة وأولى السبق، يعني في الإحرام والسلام، حتى ولو ختم بعده فيهما، يعني لو ساوى في التكبير والتسليم، يعني بدأ معه وختم معه الصلاة بطل، حتى لو بدأ معه وختم قبله برضه الصلاة باطلة، حتى لو ختم بعده الصلاة باطلة، ما دام بدأ معه فالصلاة ايه؟ باطلة في كل هذه المسائل. قال وصحت إن ابتدأ بعده وختم بعده قطعا، يعني ما دام كبر الإمام وكبر بعده سلم الإمام وسلم بعده الصلاة ايه؟ صحيح. وصحة إن ابتدأ بعده وختم بعده قطعا ومعه على الصحيح، يعني ابتدأ بعده وختم معه، يعني قال الله أكبر، ودوكا طبعا إيه علشان سريع المأموم فقال الله أكبر فختم مع الإمام، لكن بدأ إيه بعده بعد نطقه. لا إن ختم قبله، يعني لو ابتدأ بعده وختم قبله يبقى الصلاة باطلة، لأنه كبر في الأثناء، فالإمام مثلا قال الله أكبر، دوك هاي راح قال الله أكبر، يبقى ختم إيه؟ قبله، هياخذ حكم الذي سواه أو كبر قبله. قال فالصور تسع تصح في صورتين وتبطل ايه في الباب، الا ان يسلم سهوا قبل امامه فيعيده بعده وتصح صلاته. احيانا الانسان يسلم قبل الامام سهوا، يعني واحد برضه ايه نظر ضعيف او سمعه ثقيل فظن ان الامام سلم او سهى عن انه يصلي، سهى عن كونه يسلم، فراح مسلم قال السلام عليكم، يبقى ده سلم سهوا، ثم علم انه سلم سهوا يبقى يرجع ويدعو يكمل الدعاء، وساعة الإمام يسلم يسلم بعد، لأن كل سهو يسهوه المأموم يحمله الإمام عنه،
لقوله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن، معنى ضامن يعني أنه يرفع السهم والقراءة. العلماء يقولون الإمام ضامن لكم يرفع عنكم سهوكم وقراءتكم. فكل سهو سهاه المأموم خلف الإمام، الإمام يحمل عنه ويحمل عنه كل الأقوال والقراءة إلا الإحرام والسلام. هذا معنى الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. مؤتمن يعني على الوقت، على دخول الوقت، فلا يؤذن إلا بعد التحقق من دخول الوقت، وإلا كان كذابا لو أذن قبل الوقت. يعني في بعض النساء في البيت أول ما تسمع الأذان التكبير تروح جاي من الصلاة تصلي، فلو قدم دقيقة أو اثنين، وواحد كبير سن في البيت أو مريض أو امرأة أو واحد جاي من سفر مثلا وهيصلي بأهل بيته، أول ما سمع الأذان أقام الصلاة وراح يصلي. فلو وقعت تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت الصلاة إيه؟ باطلة. إن الصلاة كانت من كتاب الله، فلابد من تحقق دخول الوقت. فلو كبر قبل دخول الوقت تكبيرة الإحرام وقعت خارج الوقت الصلاة باطلة. يعني افتح الصلاة. أما باقي الصلاة بالنسبة للمساواة والسبق، ما حكم مساواة الإمام في غير الإحرام والسلام، وما حكم سبق الإمام في غير الإحرام والسلام؟ المساواة مكروه، يعني كل إنسان يركع مع الإمام ويرفع مع الإمام، مساواة هذا مكروه. أما السبق فحرام قطعا بإجماع أهل العلم. ولذلك الشيخ قال إيه؟ وحرم على المأموم سبقه أي الإمام في غيرهما، أي غير الإحرام والسلام من سائر الأركان اللي هي المساواة في الركوع والرفع وفي السجود والرفع، مكروه. ولا تبطل به الصلاة، يعني ارتكب مكروها لأنه مخالف للسنة، مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. الروايات كثيرة في الحديث ده. وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع. وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وإذا رفع أي من السجود فلا ترفعوا حتى يرفع إلى آخر الصلاة. فالمساواة مكروه والسبق حرام. ولذلك لما كان صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى من أمامه، في البخاري الحديث قال عليه الصلاة والسلام إني والله لأراكم من وراء ظهري فلا تسبقوني في الركوع أو السجود أو القيام. ولما رأى رجلا يسبقه قال له إيه؟ لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. لا وحدك صليت
ولا بإمامك اقتدي. يعني إيه المعنى إنك أنت بتصلي ورا الإمام وقبل ما يركع تكون أنت راكع؟ أول ما تحس إنه يرفع تروح رافع، يبقى أنت لا أنت بتصلي وحدك ولا أنت مقتدي بالإمام. بعدين عاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كلاما صعبا جدا في هذه المسألة، والحديث في الصحيح منه، قال ألا يخشى أحدكم أن يرفع رأسه قبل الإمام ويحول رأسه يوم القيامة رأس حمار؟ طبعا ده أمر صعب جدا، صعب لنا، أن ده خروج عن الجماعة وشذوذ، إن هو إيه؟ يعني تلاقي الإنسان متحفز أول ما الإمام يبدأ ينحني تلاقيه هو في الأرض قبل الإمام، خاصة على الإمام لو سنه كبير أو حركة بطيئة، فتلاقي الشاب إيه؟ بيضع جبهته على الأرض قبل الإمام، قبل أن ينحني ظهر الإمام. مع الوارد طبعا في حديث سيدنا جابر وحديث البراء، كل الذين نقلوا صفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إيه؟ كان الواحد منا لا يحمي ظهره للركوع حتى يستوي رسول الله صلى الله عليه وسلم راكعا، بدليل الحديث فإذا ركع فاركعوا. معنى فإذا ركع يعني استوى ايه؟ راكعا. يعني لما تشوف الإمام ركع انت تركع بعد، وإذا استوى قائما رفعنا بعده. ثم يقول البراء رضي الله عنه سيدنا جابر قال وكان الواحد منا لا يحني ظهره للسجود او لا يهوي للسجود حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض. شوف الوصف الدقيق، وصف دقيق، يعني لما يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينزل الصحابي وراءه، وده مقتضى لفظه وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. لكن اللي يمشي معاه يبقى كده ماشي على الحديث؟ لا. فتلاقي الناس طبعا ايه؟ مشغولة بموضوع الركوع والرفع والسجود والرفع، أمر زي ما يكون إيه؟ مسابقة. يعني ممكن هو راكع بدل ما ينظر كده، يعني ينظر أمامه على الأرض، لا ده بيبص على الإمام. أول ما يحس إن الإمام هيرفع تلاقيه إيه؟ بسرعة كده، يعني تلاقيه إيه؟ زي ما يكون واحد بيلعب جمباز. هي رياضة؟ لا، دي عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فشوف وصف الصحابة لصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة صلاتهم هم، يعني بيوصف صلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت، كما يصفون صلاة رسول الله كيف كانت. فلذلك يعني كان سيدنا أبو هريرة مثلا يصلي بالناس ويسمع التكبير ويسمع الفاتحة والسورة وكذا والتسبيح، ثم يقول لهم والله إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحلف إن أنا صليت بكم الصلاة التي صليتها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك دايما ننبه احنا في دروس العلم، نقول يا اخواننا الانسان يشغل نفسه
بأذكار الانتقالات، أذكار انتقالات الصلاة. يعني مثلا في الركوع لما يجي الإمام يرفع علشان تخليك انت تطمئن وما تسبقش الإمام، هو لما يقول سمع الله لمن حمده انت هتقول ايه؟ اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا. انت ساعة تقول الكلام ده هتلاقي نفسك مش هتسجد الا لما الامام يضع جبهته، لكن انت مشغول ربنا لك الحمد وبدأت في النزول تاني ونسيت انت ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كذلك مثلا بين السجدتين برضو الامام رفع، لكن انت متحفز للسجده الثانيه، لكن انت لو انت مشغول عن بما كان يقوله صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، او اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واذكرني واسترني وعافني واعف عني، مش هتنشغل بالسجده الثانيه الا لما تخلص دول، خلص الكلمات دي. هذا هو الذي يضبط الطمأنينة بالنسبة للمأموم خلف الإمام، يشغل نفسه بأذكار الانتقالات بعد الأركان، بعد أركان الصلاة. قال الشيخ ترتيب الطعام وكره مساواته في غيرهما، يعني الاحرام مثلا، وان سبقه في ركوع او سجود او رفع منهما ولو سهوا امر وجوبا وقيل استنانا بعوده له اي للامام، ان علم ادراكه فيه ليرفع برفعه من الركوع او السجود او يخفض خفضه لركوع او سجود إن ركع أو سجد قبل. والمراد بالعلم ما يشمل الظن، يعني لو واحد سهوا على سبيل السهو سبق الإمام في ركوع أو في رفع أو في سجود أو في رفع، يرجع إلى ما كان عليه. هو بيتكلم عن الساهي مش العامل، لا، يعني احيانا مثلا ايه المأموم ينظر الى الامام ويتحفز للسبق، فيظن مثلا ان الامام هيقف عند الايه دي، فتلاقيه يروح راكع، الامام لسه بيقرا، يبقى ده يجب عليه الرجوع حتى لا يكون يعني قاضيا في صلب الامام، لانه يعني كانه هيرجع وحده، يبقى لابد ان يرجع الى ما كان عليه. لذلك ده بس ده سهل يعني. وان سبقه في ركوع او سجود او رفع منهما ولو سهل امر وجوبا وقيل استنانا بعوده له اي للامام، لكن إن علم إدراكه فيه ليرفع برفعه من الركوع والسجود. لكن يفرض هو يا دوب رفع والإمام رفع وراه، خلاص ما يركعش، عشان ما يركعش مرتين، لأن هو لو الإمام رفع وهو راح ركع تاني هيبقى كده كرر الركوع مرتين، لا، يبقى هو لابد يعني لا يرجع إلا إذا تأكد أنه يلحق الإمام في الركوع، لأنه ما زال ركع، لأنه رفع، فالإمام بيسبح سبع تسبيحات، هو سبح ثلاثة وراح رافع، يبقى لسه الإمام باقي له تسبيحتين تاني، يبقى ممكن يرجع على ما كان عليه الإمام ويرفع، وكذلك في السجود نفس الحال. قال فإن لم يظن إدراكه فلا يؤمر بالعود، وإذا أمر بالعود فلم يعد لم تبطل صلاته إن أخذ فرضه بالطمأنينة.
ده الشرط. يعني هو لو ركع سبح ثلاثا يبقى أخذ الفرض الطمأنينة. هنا لو طبعا إذا علم إنه هيلحق الإمام تاني وهو راكع يرجع، إذا عرف إنه مش هيلحق يبقى خليه كما هو. لكن إذا ركع بسرعة ورفع تبقى الصلاة إيه؟ باطلة. يعني إذا لم يطمئن يبقى ترك فرض إيه أو ركن الطمأنينة، الصلاة باطلة. يعني في بعض الناس تبقى يعني يسبح تسبيحتين ويروح رافع ويسبق الإمام، فهنا الإمام مثلا سبح ثلاث تسبيحات باطمئنان ورفع، لكن المأموم نفسه قصر في الطمأنينة يبقى بطلت عليه الصلاة وحده، لأن الإمام اطمئن المأموم لم يطمئن فالصلاة بطلت. كذلك في نقطة تانية مهمة جدا وهي إيه؟ تأخر المأموم عن الإمام، ودي كثيرة جدا مهمة جدا. احنا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ انما جعل الامام ليؤتمم، فاذا ركع فاركع واذا رفع فارفع. فانت لما تتاخر دلوقتي انت بترتكب مكروه، يعني انت مش مقتدي بالامام، متاخر عنه. وفي نقطه ثانيه تيجي تتاخر مثلا يروح هو نازل للسجود وانت لسه في الركوع، تروح انت عامل ايه؟ يروح منك الاعتدال والطمأنينة، يروح ايه؟ عامل كده وراح نازل، يعني حتى اعتدال ما يستقيمش في الاعتدال، تلاقي يا دوب يعني يرفع بسيط كده وراح نازل معاه، ما هي عادي حس ان الامام جرى منه، فيروح ايه؟ رافع رافع بسيط كده وراح نازل. يبقى صلاة المأموم ده ايه؟ باطل. ليه؟ لأنه فقط ركنين، ركن الاعتدال والرفع والطمأنينة لم يطمئن. كذلك في السجود نفس الحال، أحيانا الواحد يتأخر فالإمام سريع شوية في حركاته، يعني تبص تلاقيه ايه؟ رفع من السجدة الأولى وراح راجع، يبقى ده تلاقي ده إيه؟ سجد عليه السجدة الثانية، يلاقي الإمام إيه؟ سجد عليه هو يعمل الله أكبر الله أكبر، برضه إيه؟ راح منه ركنين، الاعتدال لم يستوي جالسا ولم يطمئن، فقد إيه؟ ركنين. لأن ركن الاعتدال والطمأنينة ده ركنان يعني في كل الصلاة، فالذي لا يراعي هذين الركنين تبطل صلاته وهو لا يشعر. وهي يعني وهما فرطان وليس ايه سنتين. لكن يعني في بعض الناس يفكر ان دي زياده خشوع، يعني تطويله في الركوع وتطويله في السجود زياده عن الامام، يفكر ان ده يزيد من زياده الخشوع، يعني قد تؤدي الى الرياء والسمعه مع المخالفه للسنه. يعني هو المفروض يتبع الوارد في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وصفه صلاه الصحابه رضي الله عنهم. لكن يعني زيادة التعمق ده في الدين دي مكروه، يعني لا ثواب فيه، وقد تؤدي إلى الرياء والسمعة. يقال هذا فلان خاشع لأنه يبقى بعد الإمام كثيرا، وفي نفس الوقت تبطل منه الصلاة وهو لا يدري، لأنه بيرفع ولا يعتدل ولا يطمئن ويرجع تاني. يبقى أنت عملت إيه؟ يعني زودت تسبيحتين ثلاثة عن الإمام، دا
ضيعت ركنين وقاتل الله الجهل. دي شروط ايه؟ شروط الاقتداء، وهي شروط مهمة. نية الاقتداء، متابعة، وجوب متابعة الإمام، مساواة الإمام في ذات الصلاة وصفة الصلاة وزمن الصلاة. دول حاجات مهمة جدا جدا، وأي إمام لازم يركز عليها جدا في درسه، لأن طبعا معظم صلاة المسلمين ضائعة بسبب عدم مراعاة هذه الشروط. ثم رجع الشيخ عدي إلى مسألة الإمام وبيان من يتقدم للإمامة ومن الأولى بها، فقال: ونُذب تقدير سلطان فرب منزل، والمستأجر على المالك وإن عبدا، كامرأة واستخلفت، كمن قام به مانع منهما، فأب فعم فزائد فقه فحديث فعبادة فمسن في الإسلام فقرشي فمعلوم نسبه فحسن خلق فخلق فلباس والأورع والزاهد والحر على غيرهم. قال: ثم شرع في بيان من الأولى بالتقديم عند اجتماع جماعة كل منهم صالح للإمام. والأصل في هذا طبعا الحديث اللي هو حديث الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة، حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. خطاب للصحابة رضي الله عنهم. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما. ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يرتب في أفضلية من يستحق الإمامة عن غيره في ترتيبها، بس الترتيب ده على وجه الإيه؟ الاستحباب. إلا طبعا في الأفقه والأقرب، يعني عند الجمهور يقدم الأقرأ للقرآن، وعند الإمام مالك والإمام أحمد في رواية والإمام الشافعي في رواية قال يقدم الأفقه. فإذا جمع بين الفقه والقراءة كان أولى منه، ده الأصل. لأن الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا إيه؟ يعني في الفقه سواء، يعني كان القوم مثلا الوفد يأتي ويمكث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكث، ثم يرجعون إلى بلادهم فيقول لهم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم أي واحد، وليؤمكم أقرأكم. يعني الأتقن في القراءة هو الذي يقدم، لأنهم في الفقه إيه؟ سواء. لكن إذا استووا في القراءة يبقى يقدم الأفقه اللي هو العالم
بما تصح به الصلاة وما تبطل به الصلاة. هذه معنى الأفقه. قال: ثم شرع في بيان من الأولى بالتقديم عند اجتماع جماعة كل منهم صالح لما قال: وندب تقديم سلطان. مراد السلطان هو أمير المؤمنين أو نائب السلطان، يعني اجتمع ومعه جماعة، بس بشرط إذا كان السلطان عالم أو نائب السلطان كان عالما ومعه جماعة من العلماء أيضا والقراء، يبقى هيقدم السلطان طبعا، لأنه أنزل الناس منازلهم منازلهم كما قال عليه الصلاة والسلام. وطبعا الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم من أمراء المؤمنين كانوا قراء حفظ أهل القرآن، وكانوا علماء، وكانوا يخطبون الجمعة ويخطبون العيدين ويصلون بالناس ويؤمونهم. ده كان شأن السلاطين في القرون الثلاثة على وجه العموم. قال: وندب تقديم سلطان أو نائبه ولو بمسجد له راتب. حتى لو الإمام الراتب موجود، لكن السلطان قال أو نائب السلطان يقدمان. قال: فإن لم يكن سلطان أو نائبه فراتب المسجد إن كان به، إن كان موجودا الراتب هو الذي يتقدم على الجميع، وإلا فرب منزل إن كان به. يعني جماعة في بيت واحد ضيوف عندهم زوار ويصلوا في مسجد جماعة، يبقى من الأولى؟ رب البيت، بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. صاحب البيت في بيته سلطان، يعني هو يقدم، بس بشرط برضو انه يكون قارئ وفقيه. لكن في رجل امي لا يحسن الا الفاتحه مثلا، يبقى نقول له خش، طبعا مش هيرفض طبعا، فيعني ينيب غيره، ينيب غيره. فرب منزل ان كان، وندب تقديم المستاجر له على المالك ان اجتمع به. ليه؟ لانه مالك المنفعه. المالك مالك الذات، لكن الساكن مالك المنفعة، يبقى هو أولى بالتقديم على صاحب الذات المالك. وإن كان رب المنزل أو المستأجر عبدا أو امرأة، يعني برضو العبد يقدم ما دام صاحب منزل أو مستأجر. أما المرأة تستخلف من يصلح للإمام، والأولى لها استخلاف الأفضل اللي هو إيه؟ الأفقه والأقرب. المرأة لما تستخلف، لأنها لا تصلي بالرجال، يعني هي صاحبة المنزل تقول مثلا يتقدم فلان، تختار وتنيب. كمن قام به مانع للإمامة منهما، أي السلطان ورب المنزل، كعجز عن ركن، فإنه يستخلف من يصلح له. يعني صاحب المنزل أو المستأجر به علة، يعني حاني مثلا إلى حد الركوع، أو لا يقدر على القيام والقعود، يصلي جالسا أو على كرسي، يبقى ينيب إيه؟ ينيب من يصلح للإمام. يعني صاحب الحق دائما إيه؟ يتنازل لمن بعده ما دام به عزل. يعني قال: فأب فعم، يعني هو ما بعده بالجر عطف على سلطان. والتعبيد بالفاء أولى من التعبيد بثم عشان الترتيب، يعني فأب فعم، يعني يقدم الأب على العم. يعني واحد موجود في بيت وأبوه وعمه، يقدم الأب على العام.
قال فزائد فقه على من دونه، يعني اذا استووا في الفقه يبقى الزائد، نشوف واحد ازيد وافقه زي ما قال ايه، فاذا كانوا في السنه سواء يعني ايه فاقدمهم هجره، اذا كانوا في الهجره سواء يبقى اعلمهم بالايه؟ بالسنه. يعني لما يستووا في فضل معين يبقى نختار ايه؟ من يزيد صفه زياده. فهنا طبعا فهم جميعا فقهاء، لكن هناك فقيه وافقه يبقى يقدم الافقه، هناك قراء وفيهم اقرا يبقى يقدم الاقرا، وهكذا. فيقدم طبعا زائد الفقه على من دونه وان كان ازيد منه في غيره. يعني عندنا في المالكيه ومعانا برضو الحنابله يقدمون الافقه على الاقرا لانه ادرى باحوال الصلاه، لكن برضو ايه لان القارئ قد يكون جاهلا بالفقه، فلو حدث شيء في الصلاه لا يعرف ايه ترقيع الصلاه. طيب ان كانوا في الفقه طبعا سواء يبقى زائد حديث اللي هو ايه يكون احفظ للحديث واعلم بالحديث يبقى معه فقه وحديث، فزائد حديث اي اوسع روايه وحفظا، فزائد قراءه يعني جاء بعد الفقيه والمحدث، يعني استوى في الفقه والحديث يبقى زائد القراءه اي ادرى بطرق القران او اكثر قرانا او اشد اتقانا او اقوى من غيره في مخارج الحروف. فاذا استوى في الفقه والحديث والقراءه يعني فزائد عباده الاعبد اي اكثر من غيره في نوافل الخير. قال له فلان اعبد من فلان، لان فلان يصلي الفرائض وهذا يصلي الفرائض ايه والنوافل. فان استوى في كل هذه الاشياء فمسن في الاسلام، يعني هم يعني استووا في الايه في الفقه والسنه والقراءه يبقى هنا وفي العباده يبقى الاكبر عدد لقوله صلى الله عليه وسلم وليؤمكم اكبركم، قال لبعض القوم يعني فإذا رجعتم إلى أهليكم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. ليه؟ لأن طبعا المتعبد 50 سنة غير المتعبد 40 أو 20، يبقى أجره أكبر. فمسن في السنة. فقرشي يعني إذا استوى في كل شيء يبقى يقدم الشريف القرشي، لا فرق بين أولاد علي رضي الله عنه وغيره، كل قريش أي واحد منسوب لقريش كنسل سيدنا علي، سيدنا العباس، سيدنا أبي بكر، سيدنا عمر، ويمكن أن يقال بنو علي من الزهراء رضي الله عنهم أولى، هم أي العترة. العترة طبعا يقدمون على أي قريشي. قال والحاصل أن قريشا فرق كثيرة سموا باسم جدهم الأعلى، والأكثر أن قريشا هو النضر، النضر ده جد النبي صلى الله عليه وسلم هو اسمه قريش، وقيل هو فهد، وكلاهما جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يطلق عليه قريش هو النضر او فهد احد اجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يميزوا في التقديم قبيله على اخرى لان القرشيين ايه سواء، وان كان النظر يقتضي تقديم بني علي من الزهراء على بنيه من غيره. يعني طبعا
ابن الحنفية من غير الزهراء، وبنوه بنو الإمام علي من غيرها من غير الزهراء، وبنو العباس سواء، لأن هم دول اعتبروا لما سئل في حديث زيد بن أخطب قال له ومن أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة؟ قال هم آل علي وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر. عقيل بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب والعباس ابن إيه؟ عبد المطلب، وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال وهم يقدمون على غيرهم من بني هاشم، من اولاد سيدنا علي واولاد سيدنا العباس يقدمون على غيرهم، وهم يقدمون على بني المطلب اخي هاشم اللي منهم الامام الشافعي رضي الله عنه، الامام الشافعي المطلب، وهم على غيرهم من بني عبد مناف. هم ايه؟ بنو المطلب يقدمون على بني عبد مناف، لأنه ده كله ده ترتيب قريش. قال فمعلوم النسب، إذا استووا في هذا كله الماضي يعني فمعلوم نسبه، يعني طبعا معلوم النسب يقدم على مجهول النسب. قال فحسن خلق يقدم على غيره، يعني اذا استووا في العلم والقراءة والعبادة يقدم حسن الخلق، يعني طبعا من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الصفاء. قال فخلق يعني الأجمل، يعني اللي هو المنصح الايه؟ الخلق الحسن، الحسن الوجه. نعم، أولى طبعا. قال فحسن خلق فخلق فلباس، أي فحسن اللباس، واحد يهتم بالثياب ويظهر الجمال، لأن الله جل وعلا يحب الجمال، فيقدم على الذي لا يهتم بثيابه. وعايز أقول لأن الإمامة دي منصب عظيم في الدين، فلا بد أن يختار له إيه؟ يعني الأكمل والأجمل في كل شيء. قال وندب تقديم الأورع، يعني فيه أورع وفيه ورع. قالوا الورع هو الذي يترك المتشابهات خوفا من الوقوع في الحرام، ده الورع. والأورع الشيخ الصبري يقول كده رضي الله عنه في الحاشية، هو الذي يترك بعض المباحات خوفا من الوقوع في الشبهات. هذا الأمر، ده الفرق بين الأورع والورع. ولذلك شغل الأورع. والزاهد، والزاهد على غيره، لأن الزاهد ضد الراغب، الراغب في الدنيا. يعني ممكن واحد يبقى فيه كل الصفات لكنه يميل إلى حب المال. والحر الأورع والزاهد والحر على غيره، يعني الحر يقدم على العبد. يعني راجع للثلاثة قبلهم. بل وإنما لم يعطفها بالفاء لأن المراد الأورع في كل ما قرن بالفاء، فقولنا فزائد يوقع
يقدم منه الأورع. فلو عطف بالفعل اقتضى أن مرتبة الأورع وما بعده تلي مرتبة حسن اللباس، وليس كذلك في الذكور. يعني هو الكلام ده هو الأورع والزاهد والحر، هذه الأشياء مع استوائهم في الإيه؟ في الصفات الماضية كلها. يعني كده إيه؟ إذا استووا في جميع الصفات يقدم الأورع والزاهد والحر لو فيه معد. نقف عند يعني ترتيب الإمام وراء المأمون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا ونفعنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، أولئك هم